والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الساعة، يا مرحبا مليون. بناخذ هذا انتحاري اللي يدخلها يقول، بس ما نقدر ندخل أي شيء إلا يوم خلص هاي. شو السؤال الحين؟ لازم نختار مكان آخر. مرة كنا في الإرشادات، والإرشادات ما خبرتنا نحن وين نبط زين. ألو، من الإرشادات أنا. شوفوا اسم المكان، اسميها خليل دوم بيبل، اللي هم انتم، انتم الناس يعني. خلاص احطيكم انتم ونحاول ندير المكان. والله ما اعرف وين اختار. ستارت جيم، ستارت جيم. خلاص بنبدأ، بسم الله بنغزي المكان. طبعا بداية الحلقة احب اشكركم جميع اللي يتابعون السلسلة، الألعاب اللي أسويها، على الدعم وعلى المشاركة وعلى السبسكرايب وعلى الكومنتات. أحب أشكركم على كل شيء الصراحة. نعملكم متابعين كفو، نعملكم متابعين كفو. نفس آخر مرة فبوط، وصراحة ما قصرتوا في الدعم والشير واللايك، وإن شاء الله إلى الأحسن يعني. نمشي الترتيب الحين. أوكي، خلنا أتذكر أنا شو كنت مسوي. ايرلوك، اقدر اوقف اللعبة؟ لحظة، ما في ستوب. لا تو نازلين. لحظة قبل اي الليل نسوي لنا ايرلوك، نسوي لنا اكسجين. انزين، انا غلطت في الايرلوك على فكرة. بنسوي لنا سولار بانل وابوك. شو القصف اللي استوى هنا؟ اوكي، ما عاد نقعد نطيح من السماء. ونبى ووتر اكستراكتر. ليش مر؟ كان عندي خط اني اوصل الاثنين. اوكي، وبلد. بنسوي لنا باور كولكتر. اوكي، توصلنا في بعض في النهاية يعني. اوكي ممتاز. انزين، ونسوي كانتينا. كان اول شيء لازم نسوي هاي الاسرة السفينة، بتسوي لها كبرها يا ساكن. هات شوف شو الموارد اللي عندنا. عندنا موارد اساسية غير السفينة، يوم بسوي لها ريسايكل. استوى عندنا طاقة. انزين، وبيستوي عندنا ايرلوك سيستم، معناه بيروحون وبيردون على راحتهم. بس احس تصميمي شوي غلط. انزين، خلنا الحين نشوف شو نقدر نحطي. بنحطي مش لاندنج باد. اول شيء بنحطي كانتين، مطعم، خلهم ياكلون. شو اكسجين؟ اوكي، اكسجين جنريتر بالوسط، فكرة ممتازة ترى. انزين، بنحطي مطعم عسى خلهم ياكلون. وغير المطعم بنحط دور من بعد. ابو دور 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 وينه؟ انتيرير هنا الدور بيكون هذا الدور. دور لازم مشبوك في المطعم هني، هني بيكون مشبوك، لانه بيكون مشبوك في المطعم بعد اللي هو. استوى الليل، عندي كهرباء؟ لحظه، على طول انا جبلت في الليل، حط سرعة. اخر شيء هناك ما كان في ليل، في عندي كهرباء، اظن تكفيني. هلا تكفيني، تكفيني بشكل طيب ان شاء الله. ليش؟ اكسجين، اكسجين، هذا بعده توي يمد اكسجين، بعده ما وصل له بالاكسجين عالي، بس شوي شوي قاعد يسوي يعني. هني كنا حاطين عن طاولة فود ميكر، خلوني اتذكر. درينكينج فاونتن، والشاشة عشان استانسون. ايوه، شاشة عشان استانسون. شو اخبار الاكسجين؟ وصل 22%. كهرباء بتكفينا للصبح ان شاء الله. ما عليه، بما انه مش واثق وايد من الكهرباء. شوفوا هني القصف اللي جاي. اوه،
هذا ستاتكس اظني، ونشوفه عقب. زين شو سوينا نحن اخر مره بعد؟ باور كولكتر، لا يبغى لنا وين تربين. لازم انا انسان لازم اسوي وين تربين كبير. باور جنريشن أربعة احسه وايد، أربعة صراحه احسه تو ماتش. هاي يستهلك شيء يوم انا اسوي الدور بعد ما اكتمل. انزين الحين لازم اسوي الشيء الثاني اللي هو انتيرير بروسيسنج بلانت بايودوم. بالضبط البايودوم اللي راح اشبك فيه نص الشعب. انزين نبى بايودوم ونبى اخبار الكهرباء. الكهرباء مش اوكي بس هذا بيحل لنا المشكله ان شاء الله. نبى بايودوم ونبى مش استورج، لا مش سكبي. مو مشكله خلنا بالنهايه الحين نشوف شو بنحتاج. يمكن قصنا كهرباء قصنا. كل شوي اسمع شيء يطيح يخرب بيتهم. الله طلع يا نهار البتري مونا قام استنفذ، والله استنفذ بشكل جيد بعد، استنفذ بشكل ممتاز. اوكي ممتاز. الحين نحن نبغى نبني شو نبغى نبني؟ دام عندنا البيو دوم بنبني معناه بروسينج بلانت، بنحط لنا ماين سيدة. لازم شو اسوي؟ والله على طول يسوي سنابا من قريب. ليش؟ على اساس على طول يكون عندنا اللي نحتاج. خيبة ها شوي بيفلعني. الحين يعبي اكسجين. اكسجين والله ممتاز مستوى شكله. لا مش ممتاز وايد. لحظة زين الحين خلينا نحن نستوعب نحن شو بنينا. البايودوم اخر مرة قلت شو بنبني فيه حق بلاستيك حلو، وبنبني في طماط نفس اخر مرة، وبصل. انا احب البصل. يوم الهيلينج هاي يوم بسوي شي بحطه. شو اخبار اكسجين؟ اقدر اضخ اكسجين عدل ولا مش قادر؟ شو اخبار البتري؟ فول بتري مرة فل. والله كان لازم ابني بتري اكبر صراحة. انزين بنحطي مثل بروسيسنج، بنحطي ايش اسمه بروسيسنج اللي هو بلاستيك عشان نسوي لنا بلاستيك ومثل، لان شكله بينقصنا والله من الحين. احس اني نازل في الموضوع مش اوكي، يعني ما احس انه اوكي ابدا. شوفوا الخصف اللي قاعدين هناك بس بحد ذاته مرعب. انزين الحين اشوف بيستوي. مشكلة هذا ينتج على حسب مزاج. الحين هو طايح ما ينتج شيء، يعني مش ذاك الزود. ابى ابني الاساسيات على طول. لحظة الدور مالي وينه؟ هاي الرقودة من هاي يايل هانسون. ليش راقدة؟ سيلف سفيشنسي ريشت. وصلنا لمرحلة نقدر نحافظ على الكولوني مالنا. ها كل اللي سويناه اصلا في الحلقة الماضية خلال التوتوريال مالهم احنا سويناه اصلا في سريع سريع، يعني عرفتوا؟ على اساس اني اختصر الوقت من اخر مرة فقط لا غير. يعني الحين ابي اشوف الليل بي. هذا ما في انتاج، ما في. هو انا هذا احسه افضل يعني من هذا، لان اكيد انه ينتج. يبا يرقد يبا يرقد. خلنا نحط سرير زيادة، الوضع شكله ما يطمن بخير. ما بيحصل ورقاد هاي. انزين فود بروسيسور عندنا هني سي ان تي تو. شو الاسم العجيب؟ بس بنحط فاكتوري.
حق لو تذكرون الريبير ايتمز اللي كنا نسويه تذكرون. بس احس الاكسجين شو اخباره 22؟ لا والله يحافظ هو، يتم يرفع المستوى ماله يعني اموره شبه طيبه. وبنحط لنا سك بي وين حق المرضى، انزين، وبنوصله في هذا في الكافتيريا لان كل الناس قاعدين في الكافتيريا اكثرهم. وبنحط لنا لاب مختبر، وين سبارة ما بنحط، يعني بنحط لاب مختبر هني طبعا مختبر، ليش؟ لان اصلا هني ننتج الحين كل شيء على طول، الاعشاب الطبيه من هني بتينا بنحطيها. يعني الحين نحن قمنا ننتج بلاستيك، اعشاب طبيه، تقريبا كل شيء قاعد ننتج يعني تقريبا. بس انا اخاف هذا كيف بيستنفذ، انا الصبح حسه ما بيعيش. بحاول اوفر وحده كهرباء ثانيه، احاول اوفر وحده ثانيه بس كبيره شوي مع سولر اكبر. بس مشكله بعد في مينتنس، يعني احنا بنينا الحين مثلا المصنع، المصنع يحتاج ترى بعد مينتنس، كل شيء يحتاج ماتيريال. شو اخبار ماتيريال مالنا؟ تذكرون السفينه جود باي ريسايكل على طول، ريسايكل ودع هريرته ان ركبه مرتاح له. انزين هذا يباله واحد من هذا، اشوف بليس ستور ميديكال سبلاي، والله زين. خلنا نخزن ادواتنا الطبيه، وهني ننتج ادوات انا السوالف. هذا شو يسوي؟ ما اعرف شو ينتجون، شيء اللي هو مطهرات والسوالف. بس اوكي عندنا بلاستيك وعندنا انتاج بلاستيك. هاي شوف هاي اشتغل على المزاج، فيه هو اشتغل، ما فيه هو ما اشتغل، فما ينفع. لازم تكون الطاقة عندي ثابتة طول الوقت. خلنا نوصل هاتين 21. هذا يفول على طول، ها زين. اذا يفول بتشوف اذا الاثنين، لا استهلاكي 31 انتاج 41. انا حتى لو جيت وحطيت واحد كبير بحتاج انتج واحد اكبر، واللي هو 4 متر اقدر اخاطر فيه. لا خافت وهق اذا 4 متر، بس ما بحطي عندك لا سمح الله يطيح علينا نيزك، يطيح الاثنين لا فكرة سيئة. وبحطي سولر، انا احس السولر انجح الصراحة من هذا. يعبي البط 7 خيبة، 4 هذا بس، بس هذا 4 وايد والله، وايد مكلف يعني الصراحة مكلف جدا. زين الماي شو اخباره؟ ووتر للحين ممتاز، الماي ممتاز للحين. مانوفاكتشرنج لمس لفت كليك تو فوكس رايد، اوكي اوكي هاي خليني اعطي حد اعلى سقف انتاج لشيء معين انا اباه. بس الحين اباه اقوى خدمات ممكنه، ان خدماتها هاي تكون شغاله على طول. ابى اطلع قطع غيار، ابى اطلع هذا، ابى اطلع وايد شغلات، ابى يكون عندي مخزون من كل شيء. الماي نبى نحط ماي زيادة. وابوك والله انه يزير هذا، بس عندي قام يستوي نقصان في السامون. عندي مصنع، لحظة خلينا نحط الورك شوب. ايش يسوي لنا انجينيرز مسدسات؟ اوه اوكي، ها معناه نحن بنحتاج ناس زيادة، بس ناس زيادة معناه محتاجين اكل زيادة، رقاد زيادة، عيشة زيادة. ها شو مشكلته؟ زعلان يبي يرقد. عندنا الشباري حقهم ليش ما يرقدون؟ يمكن انه وايد نشغلهم ما يلحقون يرقدون. انا اظن يمكن هذا يكون سبب كبير من الموضوع. الحين عندي مليون شيء في الدرب وانا مخلي حد يرتاح، وانا حاط لهم شباري لكن متى بيريحون؟
ايوه والله الاكسجين لحم ممتاز، بس الماي لم توصل تقريبا استهلاك نفس الانتاج. زين اني سويت هذا، احسن شيء سويته هالماي، فبالتالي ببني خزان ماي. انا الحين بس افكر في شو في، والله مكانه حلو صدقكم، شيء جميل وصله في كل مكانه. ان شاء الله ما يطيح على شيء كسر، بس ان كل شوي اسمع صوت ازيخ. ها مرة ما وصل فيه، يعني ارمى وصل خزان الماي كل شيء ما عدا انتاج الماي. زين جدا مناسب، نعم يتفول والله. هذا السولار بانل جبار والله، انه جبار. شوف كم ينتج، ارمى حط بطارية ثانية اظني عليها بعد. الحين ارمى انا مرتاح، اظني اجيب ناس صغير، بس ما اظني الاكل بيكفيني. لحظة، الاكل ما راح يكفيه، المطعم يبارى شوي ماي زيادة، طاولة زيادة. ويت هاي المعلومات صح؟ تشارج الساتس very poor، والفير very poor، prestige very poor، تشارج أبغى الأكل. أكل قاعد نطلع لفوق، استهلاك يطلع لفوق. زين درينكس خله برايا، بس نستعيد الاكل شوي شوي. الحديد لا، الحديد قاعد ينزل ما قاعد يتعدل وايد عنه، فبالتالي انا اتصور ان الفكرة الممتازة نحطي، لا هذا في الحالة في الحقيقة يعني الحين ما بيمدينا، بس يبالنا لا يبالنا شو اسمه بيودوم ثاني من خاطر، لأن احنا عندنا هناك لها سامون. شوف ما عندنا الحين ننتج الحديد، انتاجه كئيب، هذا شو مشكلته؟ نيترشن زين. هل انا عندي ناس كفاية؟ هذا شيء ثاني. هل انا اقدر اشوف ناس زيادة؟ اشوف اخبارهم، الناس اللي عايشة اللي عندي وشغالين على طول، فيزيترز مو شيء، كولونست يعني عندي وايد امور احاتيها لدرجة مفروض اني اهدي اللعب خلاص، والتاجر هذا ما قاعد يكفي. فشوفوا كل شيء يبغى له ريبير. المهم بنهي الحلقة اليوم بداية الامبراطورية العظمى هاي، ترى لا تنسون. نشوفكم في حلقة قادمة على خير، ما تشوف شو بسوي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.